بسم الاب والإبن والروح القدس الواحد أمين أهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي قناة كوب تكسات للكنيسة الأرثوذكسية على مستوى العالم كله. في الحقيقة النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم على موضوع الموضوع ده إحنا بنسمعه كتير جدا على مستوى المنتديات في الفيسبوك أو في الميديا أو حتى القنوات الدينية سواء المسيحية أو غير المسيحية. وهو هل في فرق ما بين إله العهد القديم والعهد الجديد؟ قبل ما حضرتك أو حضرتك تتخيل إن إحنا هنتكلم على موضوع قد تكون سمعته قبل كده، إحنا النهارده هنحاول نغطي الموضوع ده في صورة نقط محددة، واحد اتنين تلاتة، بحيث حضراتكم تقدروا تكونوا مستعدين إنك تجاوبوا على أي حد بيكلمكم بصورة مركزة جدًا. أول حاجة في بداية الموضوع ده، هل ربنا بيتغير؟ هل ربنا بتاع العهد القديم غير ربنا بتاع العهد الجديد؟ خلينا نتكلم على الناس بيسالوا السؤال ده ازاي؟ يقول لك طالما ربنا ما بيتغيرش، طيب تعالى كده اخدك لسفر الخروج اصحاح رقم 32 لما موسى طلع الجبل عشان يستلم لوحي الشريعه، لما نزل لقى الناس بتعبد العجل الذهبي. ربنا غضب جدا وقال لموسى انه هيفني الشعب. لكن نجد انه بعد حوار موسى مع ربنا، ربنا بدا يرجع في كلامه، طبعا ده على حسب كلام المشكك او المعترض. وطالما ربنا رجع في قراره او رجع في كلامه يبقى ربنا بيتغير. طيب يبقى ده يتعارض مع صفات ربنا اللي احنا بنقول ان ربنا ما بيتغيرش. في الحقيقه المعترض او المشكك دايما بيعتمد على انه يستخدم بعض الالفاظ والتراكيب اللي ممكن تلخبط الناس الغير مدققين. خلينا نقول ان صفات ربنا اللي هي زي المحبه، الرحمه، العدل، الغفران، دي كلها صفات لا تتغير. لكن ما يتغير في ربنا هو معاملته تجاه ولاده لأن الله لما خلق الإنسان خلقه إنسان حر عنده إرادة فلو الإنسان استمر في شره هيكون الطريق اللي ماشي فيه الإنسان ده هيؤدي بيه إلى انتقام ربنا من الخطية لكن لو الإنسان غير الطريق وراح للطريق التاني اللي فيه توبة ربنا يغير معاملته تجاه الإنسان يبقى احفظ معايا بقى كده واكتب معايا الحكاية دي لو أنت دلوقتي بتتابعني وبتكتب معايا صفات الله ثابته لا تتغير، لكن معاملات الله تتغير طبقا لحريه واراده الانسان. طيب، ايه ذنب ان ربنا يعاقب واحد وربنا عارف الزمن وعارف المستقبل، طب ما هو ربنا كده هو اللي كتب على الانسان انه يكون انسان بيعمل غلط او بيعمل صح. خلينا نتفق ان احنا في العقيده المسيحيه ما عندناش حاجه اسمها ربنا كتب او ربنا محدد أو ربنا راسم لفلان إنه يعمل كذا وما يعملش كذا. ده فكر غير مسيحي في الحقيقة. لكن خلينا نقول لأن الله غير محدود فربنا ما عندوش زمن، ربنا فوق إطار الزمن. علشان كده معرفة ربنا المسبقة للأحداث لا تعني إن ربنا عايز الحدث ده يتم. لكن ربنا بيدي للإنسان اختيارات ومن ضمن الاختيارات إن ربنا يديله تحذيرات، خلي بالك إن المصير اللي أنت ماشي فيه ده هيؤدي بيك إلى المصير الفلاني أو النتيجة الفلانية. لو الإنسان فهم ورجع عن قراره أو عن طريقه ياخد الإختيار الأفضل. لو فضل مكمل في شره ياخد الإختيار الأسوأ. عشان كده معرفة ربنا المسبقة للأحداث لا تعني إن ربنا بيتدخل في الأمور. لكن ربنا لما بيتدخل في الأمور بيتدخل عن طريق التحذير لكن مش تحديد المصير. طيب ما تيجي نبدأ بقى الموضوع من أوله. في الحقيقة دايما الناس تقول لك ان اله العهد القديم كان اله بيتسم انه اله عنصري او اله في الحقيقة ليه ناس وناس ليه شعوب وشعوب هنجاوب ازاي على الفكرة دي بعيدا عن التفاصيل الكتير القصة تبدأ من تكوين 15-16 من فضلك راجع معايا الحكاية دي واحفظ انك بقيت حافظ الشاهد او راجع انك حافظ الشاهد تكوين 15-16 ربنا هنا بيتكلم مع ابونا ابراهيم وبيتكلم ان ابونا ابراهيم مشتاق قوي انه يخش ارض الموعد فربنا يقول له وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا بيتكلم على بني اسرائيل لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا. طب يا رب ما دلوقتي القصه دي اللي هي حوار الله مع ابونا ابراهيم لغايه موسى ويشوع 500 سنه تقريبا. طب يا رب ما دلوقتي دلوقتي ياخدوا الارض ربنا قالك لا الامورين دول هم ولادي هم لسه عمالين يقوموا ويقعوا بس لان هم مكملين في الشر انا عمال اديهم فرص عشان يكونوا استوفوا كل خيرتهم يبقى لما يجي يشوع وموسى يخشوا ارض الموعد يبقى هنا انا مش مدخلهم تحيزا لبني اسرائيل لكن ده عقابا للكنعانيين والاموريين عن كل الشرور اللي هم عملوها ومرضيش يتوبوا عنها يبقى تخيلوا حضراتكم في تكوين 15 16 في تحذير لربنا باين قوي في الايه دي على الاقل قبل حروب بني اسرائيل مع الكنعانيين ب 500 سنه تقريبا. وهقول لحضراتكم على معلومات كده هتفيدنا في الخلفيه التاريخيه بتاعتنا. الكنعانيين في الحقيقه كان عندهم الكثير من الممارسات الغير انسانيه. ركز معايا قوي في الكلمه دي. عنده ممارسات غير انسانيه. يعني الحرب اللي هيخشها بني اسرائيل ضد الامورين والكنعانيين ما لهاش علاقه اذا كان الامورين والكنعانيين يهود ولا لا هم ليهم علاقه اذا كان هو انسان ولا لا كان عندهم من ضمن العبادات بتاعتهم الشذوذ كان عندهم كل الممارسات الجنسيه اللي ممكن يعني الحيوان يعف عنها لدرجه هم لما كانوا يحبوا يجوا يبنوا بيت من البيوت يحطوا طفل في الاساس ويبنوا عليه الاساس ليه هم بيتباركوا كده وممكن يقدموا ولادهم ذبايح حيوانيه وبالتالي ربنا كانت مشكلته ان الكنعانيين والاموريين اساءوا الى صوره الانسان على الارض كمان الكنعانيين والاموريين في معلومه مهمه جدا متوسط عمر الرجل في الشعوب دي كان 25 سنه طب 25 سنه بس طب ليه كده لان في الحقيقه كانوا بيتميز الشعوب الكنعانيه بالممارسات الجنسيه فده كان بيخليهم يعني مجال لانتشار الاوبئه والامراض الجنسيه هما طبعا كانوا اي تاجر بيمر على المدينه الوسيله ان هم يخليه تقدموا او يقدموا قرابين للالهه بتاعتهم ان هم يجذبوه عن طريق الكهنه الوثنيين او الكهنات او اللي هم السيدات اللي بيشتغلوا بدور الكهنه يعني فكانت تزني معاه وبالتالي المقابل للزنا ده ان هو كان يدي تقديمات للمسبح او للهيكل الوثني في الوقت ده وبالتالي كان بيبقى مجال لانتشار الكثير, الكثير من الامراض الجنسية وبالتالي لما كان ربنا قرر ان الشعوب الكنعانية يتم فنائها هو بيتم افناء بؤرة من الفساد والامراض اللي كانت ممكن تنتشر في كل العالم فيما بعد طب سؤال تاني فين رحمة ربنا ان يؤمر بقتل الاطفال الموجودين في العهد القديم طب الاب او الام هو عارفين بيعملوا ايه؟ طب اذا إيه بالطفل. تعال نفكر في الموضوع ده بالعقل في الحقيقه بالمنطق. لو في طفل صغير في ناس جم قتلوا ابوه وامه. لما هو يكبر هيبص ازاي للناس اللي قتلوا ابوه وامه دول؟ هيبص ان هم اعداء ليه لازم هو كمان ينتقم لدم ابوه وامه. وبالتالي ده شيء غير منطقي ان الطفل يفضل آآ آآ جوه بني اسرائيل ويسيبوه يكبر وسطهم. طب سؤال تاني هو احنا ليه متخيلين نفسنا ان احنا ارحم على الاطفال دول من ربنا؟ اكيد ربنا رحيم على الطفل ده لان ربنا اللي خلقه. الحاجه الثالثه في الحقيقه الطفل اللي هيموت في الوقت ده بغض النظر عن نوع الموتى يعتبر انسان دخل امتحان وجاب امتياز في اول كام سؤال ليه كمل الامتحان الاخر؟ اكيد طفل بريء مات في السن ده هيخش السماء. الاحسن اللي يخش السماء بنسبه نجاح 100% ولا يعيش ويبقى عنده احتماليه 50% يخش السماء و50% يخش الجحيم. عايز افكر حضراتكم حاجه تانية الاطفال دول حتى لو كانوا رضع او صغيرين لو كانوا فضلوا عايشين وسط اهاليهم كان هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا برضو وثنيين بيقدموا العبادات الوثنيه ده اذا كان يعني اهلهم ما قدمهمش فيما بعد كتقديمات او قربان وثني للاله بتاعتهم. طيب هل ربنا بيتعامل مع كل شعوب العهد القديم زي بعض ولا بني اسرائيل هما الافضل؟ في الحقيقه اللي دايما نسأل السؤال ده بيعتمد على حاجتين يا بيشكك الناس في كتاب مقدس هما ما أرهوش كويس وخلينا بدون زعل نقول ان الكثير مننا ما يعرفش عن الكتاب المقدس غير القصص المشهوره فقط لكن احنا مش مدققين ولا مثقفين بالقدر الكافي في انجيلنا. النوعية التانية من المشككين هو نفسه يكون ما قراش الادعاء بتاعه كويس، هما سمع وقالوا له وقرا النت فهو بيعمل ايه بيجي يشككك في اللي هو لكن هو شخصيا غير مدقق هنحفظ ثلاث امثله الامثله تدل وتؤكد ان الله لم يكن يحابي بني اسرائيل واحد ايوب ايوب ده لم يكن من بني اسرائيل وكان شخص اممي ومع ذلك الروح القدس اداله جوه الكتاب المقدس سفر كامل بيتكلم على شخص اممي اثنين شعب نينوى حضراتكم شعب نينوى ده شعب اللي هو العراق دلوقتي الشعب ده ما كانش يعرف ربنا ربنا بعت له في البداية يونان بشره فالشعب ده قبل دعوة ربنا وبعد 100 سنة او 150 سنة رجع الشعب تاني لشره فربنا بعت له نحوم يديه الانذار الاخير ويقول له بخراب المدينة النموذج الثالث في الحقيقة رحاب الأممية أو الزانية ودي المسيح بس آه يعني ما ذكرهاش جوه كتاب مقدس ده هي جدة من جدية المسيح اعتقد ثلاث امثلة اقوية جدا ان الله لم يكن يتعامل مع بني اسرائيل فقط لكنه تعامل مع اناس اخرين غير بني اسرائيل طبعا لو حضراتكم قرينا الكتاب المقدس في العهد القديم كله هنجد امثلة أكثر من كده بكتير طيب على اي اساس ربنا اختار شعب بني اسرائيل ليه ما اختار شعوب تانيه وهل شعب بني اسرائيل كان أفضل شعب موجود في العالم في الوقت ده؟ خليني أفاجئ حضرتك. شعب بني إسرائيل ما كانش أفضل شعب موجود في الوقت ده. يمكن المصريين أو الفراعنة كانوا أفضل شعب متقدم وعنده حضارة موجود في العالم في الوقت ده. لكن لو كان ربنا اختاره الشعب ده كان هيقول إن الله اختارني لأن أنا عندي حضارة وعندي تقاليد وعندي بر وبالتالي الشعب ده كان يقول إن ربنا بيختار الناس الكويسين بس. لكن الله ما اختارش بني اسرائيل بالشكل ده. في ثلاث انواع من الـ من الـ من الاستراتيجيات اللي ربنا بيختار عليها الناس بصفه عامه. الاختيار الاولاني ان ربنا يمشي معاهم بسياسه الاختيار الشامل بمعنى ايه؟ ان الله يختار العالم كله. والدعوه تكون موجهه لكل الناس، طبعا انا بتكلم على فتره ما قبل الصليب، العهد القديم ربنا ما اختارش العالم كله بالشكل ده. هو اختار مجموعه معينه من الناس الأكثر استعدادا. لكن الناس اللي بره المجموعه دي الله كان بيتعامل معاهم بتعاملات أخرى. هقول لحضراتكم دلوقتي ليه الكتاب المقدس ما جابش سيرة كل العالم وذكر بني إسرائيل بس. لكن خلينا نرجع تاني إن طريقة الاختيار الشامل دي كان فيها مشكلة كبيرة جدا إنه ما فيهاش احترام لحرية الإنسان. يعني ربنا اختار مجموعة بس المجموعة دي مش عايزة ربنا يبقى ربنا بيفرض نفسه على الناس. فما ينفعش او ما ينفعش ان ربنا يختار الناس بطريقه الاختيار الشامل. الطريقه الثانيه في الحقيقه الاختيار الجزئي. الاختيار الجزئي بمعنى ان ربنا يختار مجموعه ويرفض يتعامل مع كل العالم الموجودين او محيطين بالمجموعه دي. طب ما احنا لسه قايلين من شويه ان شعب نينوى لم يكن من ضمن شعب بني اسرائيل والله تعامل معاه. انه ايوب الاممي لم يكن من بني اسرائيل وربنا تعامل معاه. رحاب الزانيه كانت كنعانيه وكانت امميه وربنا تعامل معاها والدهن المسيحي يكون كمان من نسلها. يبقى كمان طريقه الاختيار الجزء دي مش تنفع. طب يا رب هتختار بين اسرائيل على انهي سياسه او انهي استراتيجيه؟ في طريقه ثالثه اسمها الاختيار الجزء المتدرج للكل. يعني ربنا يختار مجموعه مجموعه يركز عليها ويعلمهم كويس قوي وبعد كده يستغل المجموعه دي ان هي تنشر الايمان اللي ربنا علمه لهم على مدار سنوات طويله. الله اختار النموذج الثالث مع بني اسرائيل، طيب النموذج ده ازاي ربنا حضره وجهزه في الحقيقة النموذج ده بعد شوية من الناس اللي قرأت الكتاب المقدس كويس سمح للناس دي ان هي تروح السبي جوه السبي هم علموا بعض الناس العقيدة اليهودية بتاعته بعد كده لما المسيح جه لكل المجد علم كل العالم ما كانش بس اليهود يعني ايه ربنا والعشرة مع ربنا وبالتالي ربنا اختار الاختيار الجزئي المتدرج للكل عشان يجي بعد الصليب الله يبعت التلاميذ الرسل لكل العالم في الحقيقة كمان عايز اقول بس على حاجة مهمة جدا مش معنى اختيار ربنا لبني اسرائيل ان ربنا ما ادبش بني اسرائيل فكر حضراتكم كده ان الله سمح لبني اسرائيل ان هم يتأدبوا ويتعاقبوا ويتوهوا في البرية بتاعة سينا 38 سنه طبعا حضراتكم ممكن تقولوا لا ده هو قعد 40 سنه هي 38 سنه توهان وكان قبلهم سنتين ربنا كان بيعدهم قبل التوهان ده ان هم يخشوا بعديها ارض الموعد لكن نتيجه خطاياهم ربنا زود على السنتين 38 سنه عقاب كمان الشعب ده لما غلط ربنا سمح له بالسبي وبعد كده كمان الشعب ده قبل السبي ان المملكه انقسمت بدأت كانت مملكه قويه في عصور داود وسليمان بقت مملكة ضعيفة جدا وملوك المملكة الشمالية والجنوبية بيتحاربوا في بعض طول الوقت لكن خلينا نقول انه في العهد الجديد ايضا هناك اصحاحات بتتكلم على عدل الله يعني مثلا لما نقرا حضراتكم قصه حنانيا وسفيره في اعمال خمسه اللي يرى فينا حنانيا وسفيره القصه دي غريبه جدا مفيش حتى فرصه للتوبه احنا شايفينها في النص مفيش حتى فكرة انه طب روحوا توبوا وارجعوا لنا تاني ابدا طب ليه يا رب اتعملت كده وكان ربنا عايز يقول خلي بالك الخطية عقبها الموت الخطية عقبها الفناء طب ربه ما كانش فيه تحذيرات لحنين وسفيرة عايزين نتعلم حاجة مهمة جدا الكتاب المقدس مش ملزم انه يحكي ادق التفاصيل اللي حصلت في كل شخصية لكن الله كان عايز يودينا او يورينا درس مهم جدا ان في بعض القصص ربنا بيدينا منها الخلاصه النهائيه هو ده اللي حصل طب هل كان في يا رب تعاملات ما بينك وبين حناني وسفيره في في الكواليس ليه ما ذكرتهاش لان الكتاب المقدس ليس كتاب قصص وحكايات وليس كتاب لسرد التاريخ هقول ملحوظات سريعه جدا على الحروب الكنعانيه ونكتمل او نكمل الحلقه اللي جايه ازاي نقدر نفهم ثقافه او فلسفه ربنا في ان يوصل ليهم ان اله العهد القديم هو اله العهد الجديد هختم مع حضراتكم اهم الملاحظات اللي احنا ممكن ناخدها في الاعتبار واحنا بنقرا حروب العهد القديم وبالتاكيد او بالتحديد سفري يشوع وبعض من سفر القضاة الحروب اللي تمت في العهد القديم كلها كانت حروب في مساحه لا تتعدى 80 في 240 كيلو يعني سامحوني كده دي مش الحروب الاعظم في التاريخ الحرب العالمية الأولى والثانية مات فيها أكتر من 60 مليون نسمة. ده عدد كبير جدا. وبالتالي اللي يجي يقول لك إله العهد القديم كان قاسي وسمح بالحروب، لكن العهد الجديد إله لطيف ومحب، قول له في الحقيقة الكلام ده غير صحيح. لو هنمسك بالورقة والقلم، حروب العهد الجديد مات فيها الملايين. طبعا أنا بتكلم بس على الحرب الأولى والثانية العالمية، لكن ما قلتش مثلا حروب الصليبية مات فيها قد إيه؟ ما قلتش مجمل حروب العالم مات فيها قد إيه؟ ودي كلها حروب تمت في العهد الجديد. الاسلحه المستخدمه في الحياه كانت اسلحه بدائيه جدا، يعني يعني ما كانش الانسان عنده قنبله نوويه مثلا، ما كانش الانسان عنده اسلحه اسلحه دمار شامل او كيماويه او كده، ما كانش عنده الكلام ده. في ملحوظه مهمه جدا. كلمة ملك اللي بنسمعها في العهد القديم لا تعني ملك بالمفهوم الحديث بتاع دلوقتي. لكن رئيس الجماعة أو رئيس القبيلة هم بيسموه ملك. يعني مثلا كبير العيلة بتاعت المنطقه الفنانية دي هم بيسموه ملك وده يجاوب على سؤال مهم جدا ليه ما تحالفش شعوب الشعوب الكنعانيه كلها مع بعض وحاربوا يشوع او حاربوا موسى في الحقيقه حتى التحالفات لو كانت بتحصل كانت بتحصل على مستوى شعوب ضيقه جدا خمس شعوب سبع شعوب عشر شعوب كلها عباره عن قبائل متجمعه لكن الكاتب قالها بصيغه الملك لان ده كان اللفظ المتداول في الوقت ده، يعني دي لا تتماشى مع ثقافة 2019 دلوقتي. في الحقيقة ما كانش الهدف من من الحروب دي هو نشر الديانة اليهودية. وما كانش الهدف منها إنه نشر الثقافة اليهودية، لكن كان عبارة عن تنفيذ أوامر الله للقضاء على ناس يعتبروا آفة في جبين الإنسانية، زي ما قلت لحضراتكم الشعوب الكنعانية كانوا بيقدموا ولادهم قرابين للآلهة. وكانوا بيمارسوا جزء من عباداتهم هي ثقافة الشذوذ والزنا في ملحوظة كمان مش ممكن نحكم على حروب تمت سنة 1500 قبل الميلاد بثقافة ما بعد سنة 2000 بعد الميلاد يعني منفعش 3500 سنة فرق بيننا وبينهم نكون فاهمين ثقافتهم أو طبيعة حياتهم بالتفصيل الحاجة التانية هل ما يحب بني إسرائيل يخشوا أرض, الكنع... أرض كنعان أو أرض الموعد ياخدوها الكنعانيين هديهم الارض بسلامه ويسلموا عليهم ويقول احنا كده خدنا فرصتنا في ايجار الارض وحضراتكم خدوها؟ اكيد لا. اكيد لازم يحاربوا. اكيد لازم يكون في بينهم حروب طحنه على الارض دي. حاجة تانية وفي الحقيقة ومش عايزين ننكرها أن قلب الإنسان كان غليظا الإنسان في العهد القديم غير الإنسان في العهد الجديد الإنسان في العهد الجديد صار أرقى بفضل الروح القدس اللي جواه أحبائي خلي بالكم في مفاهيم كتيرة جدا وتعاليم كثيرة جدا المسيح لكل المجد قالها احنا مستحيل نقبلها من غير سكن الروح القدس جوانا مستحيل واحد يقدر يحب أعدائه وهو إنسان طبيعي لازم يكون عنده مميزات فوق الطبيعي اللي هو الروح القدس حاجة تانية كمان لما ربنا شاف ان شعب نينوى ما خدش فرصة كافية في التوبة ما بعت لهمش بس بعت لهم يونان وربنا كان عارف بعلم المسبق ان الشعب ده بعد مئة سنة بالكثير هيكون رجعوا تاني للشرور اللي كانوا بيعملوها أيام يونان فبعت لهم نحوم كتحذير أخير وتم فناء شعب نينوى اللي هو الشعب الأممي أحبائي ربنا لما يجي يتكلم معانا في الكتاب المقدس هو ليس إنسان تتغير ثقافته من جيل لجيل أو من سن لسن أو من تعليم لتعليم الله هو الله أمس واليوم وإلى الأبد إله العهد القديم هو إله العهد الجديد وكل من يحاول يشككنا في هذا الأمر هو إنسان لإما يجهل الكتاب المقدس أو يعتمد على جهلنا إحنا بالكتاب المقدس ربنا يدينا ويديكم كل نعمة وكل بركة وكل معرفة ويخلي الحلقة دي دافع لنا إحنا نبدأ نقرأ كتابنا المقدس واللي مش فاهم كتاب مقدس يذاكر كتاب مقدس وده ربنا المجد دائما الأبدين الأبدين